والله شوف، هو انا ما اعتبرها خلاص، هي صارت قفل الموضوع. الصداقة يعني اكبر من انها تنتهي بكلمة صح. او تنتهي بلحظة غضب ولا فلان، لا يعني مشها وطول بالك. لكن في نقطتين انا اعتبرهم مدمرات الصداقة لو طولت، لو نعم. استمرت، لو صارت مرة مرتين، هذا من الزلة اللي انا اقول لا تدقق ومشها. نعم. لصديقك الاولى الكذب، الشخص الكذاب هذا مزعج جدا. فلو كان صديقك ودائما يكذب راح يتعبك، مع الوقت تكرهه مهما كان هو. احيانا هو طيب بس عنده هذه الصفه السلبيه. الثاني اللي تكلمنا عنها كثير في نقاشنا اليوم اللي هي الحساسيه. الصديق الحساس يتعب الصداقه، يتعب الشخص الاخر، الين يمكن يبتعد بسببها.